الوغ بالنسبه للسؤال الثاني اللي هضرات عليه الاخت، الوغ هي بالنسبه لا بالنسبه للحوم، اللحم ديال 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 البقري ولا اللحم ديال الحولي، احنا بالنسبه لنا حنايا هو اللحم، واللحم ذكر في القران 11 مره، اللحم ذكر في القران 11 مره. الوغ مرتين ذكر لحم السمك، ومرتين ذكرت اللحوم الاخرى لحم الطير، وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون. الى لاحظوا المستمعين ان الله سبحانه وتعالى فيما كيذكر اللحم كيذكر، فيما كيذكر اللحم بالنسبه لنا حنايا دهون مشبعه، كيذكر الفاكهه. وجاء الله سبحانه وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا، ذكر الطراوه. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما طريا. ديما الله سبحانه وتعالى كيذكر اللحم السمك كيذكر معاه الطراوه. الوغ بالنسبه للعيد كل ممنوع مرغوب، حنا كنقولوا ماشي لان المساله ديال غادي نعيد بالجدي، انا عندي السكر، انا عندي هاد الاشياء ديال هاد الاشياء كانت في قديم الزمان، كانت عند المستعمر، لان هما في المستعمر كان ما كيذبحوش بالتذكيه، هما عندهم بالصعق ولا بالماتادور، يعني بالصعق الكهربائي ولا عندهم بالماتادور، هادشي باش اللي كيقولوا حنا المسلمين هما اللي ما كيحنوش على بالعكس المسلمين ميكروبيولوجيا واخلاقيا كلنا كنحتارموا ذاك الذبيحه هذيك، واخا. الوغ الجميل في الامر هو ان التذكيه الاسلاميه كتخرج لنا السكر من 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 من, من الاضحيه، كيخرج عبر الدم، زائد بالدارجه ديالنا كنقولوا ملي كيكون ذاك الخروف كيتركل كيحاول يخرج قدر الامكان من ذاك الدم، لان الدم احنا عندنا في الاسلام محرم، كيخرج ذاك الدم باش كيخرج ذاك السكر اللي كاين في الدم. هما ما كانوش كيذبحوا بالطريقه الاسلاميه، كيبقى السكر في الدم، داكشي اش كيقولوا احنا مرضى السكري ما ياخذوش اللحم ديال 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 الغنم وهذه الاشياء هذه، لان هذه اعتبارات لا وجود لها. الوغ بالنسبه لمرضى السكري احنا كنقولوا فقط الكوليسترول، لان بارمي لي كومبليكاسيون اللي كاينين عند مريض السكري منها ارتفاع الكوليسترول الخبيث اللي هو ال دي ال كوليسترول، وبالتالي هذه المعلومه هذه تتعلق بالكوليسترول لا تتعلق بالسكر. الوغ ممكن يستهلك هذا الاخ اللحوم، ولكن تكون فقط بالنسبه له نسبه بسيطه، لانه عنده ممكن يكون عنده مضاعفات. بالنسبه للقطاني، النظام اللي كيتحيد فيه القطاني هو نظام ما عندوش علاقه بالمغرب. علاش؟ لان الناس ما مدخلينش القطاني لان ما عندهمش انتاج القطاني، لولا الشعب ديالهم يطلب القطاني خاصهم يجيبوه من المغرب، هذا القطاني خاصهم يجيبوه من المغرب، وغيولي واحد العبء مادي. هذه اش كنقول انا النصائح الغذائيه في 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 في, في من البحر، كما كنقولوا بالدارجه ديالنا من البحر لهيه، خاص الانسان يعاود يراجع فيها، لانها فيها وراءها لوبيات تجاريه، خاص الانسان يرد لها البال، وخاصه المختصين حنا كنجيبوا كنترجموا الاخطاء المعلومات بالاخطاء ديالها. القطاني فيها واحد الماده مستحيل تجيبها الا ما جبتيهاش من القطاني، وهذه الماده هي اللي كتحيد لك الكبريت من الجسم ديالك، وهي اللي كتاكتيفي واحد الانزيم سميتو الاس او دي سوبر اوكسيد ديسميتيز، هذا هو اللي كيخرج لنا لو سوفر واللي كيخرج لنا الكبريت. هذه الماده سميتو معدن المولفدينيوم، هو اللي كاين في القطاني، مستحيل تجيبوه الا ما جبتيهش من القطاني، معناته ان الله سبحانه وتعالى عطاك ذاك القطاني من اجل هذه النعمه هذه، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. النقطه الاخيره هي بالنسبه للفرن. بالنسبة للفرن قلت أنا الفرن ديال الغاز، الناس اللي عندهم الفرن ديال الغاز، الناس اللي عندهم فورة ميكرووند، حيدوهم من المنازل ديالكم، ما تصدقوهمش، ما دايزينش الصدقة. ألوغ نحيدوهم من المنزل ديالنا حنا، وتا الصدقة ما نصدقوهمش، لأن الفران ديال الغاز هذا الغاز كيدوز أكيد للغذاء، لأن حنا ماشي الموضوع ديال الحلقة ما غاديش نفصلوا بهذ الأشياء، فقط المختصر المفيد. فورة ميكرووند كذلك، وفورة ميكرووند الوغ يردوا له البال الناس، كاين الناس اللي حاطينهم في المستوى يعني معلقينهم في الحيط، المستوى ديال العين ديالو اللي كتحلو راه خطوره كبيره على العين ديالك، زائد بالاضافه الى انه كيعطينا، لان احنا عندنا في الدار عندنا الفولتاج ديال الضوء، عندنا الفولتاج ديال الويفي، عندنا الفولتاج ديال البلوتوث، عندنا الفولتاج ديال التليفون، عندنا الفولتاج ديال، وكيولي الجسم ديالك فيه واحد 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 الطاقه في الجسم ديالك كتكون خطيره على الجسم ديالك. الوغ فورا ميكرووند، الفور ديال الغاز، نحيدوهم من المنازل ما نصدقوهمش، ما دايزينش الصدقه. الوغ نديروا الفور ديال الضوء، الوغ الفران ديال الضوء بالنسبه لنا حنايا جيد جدا.